الحسين جابك إني لو أنت جيت بوحده، إذا الحسين جابك إني خليت فاول حال. هذا هو حال الحي الصناعي أكبر تجمع لتصليح السيارات في الناصرية، والذي يعد أحد أهم المناطق الصناعية والتجارية في المحافظة. يخلو هذا الحي من أبسط مقومات البنى التحتية، ولم تكن ترى الناصرية أول زخات المطر حتى تحول وضعه إلى مأساوي. حي الصناعة مال الناصرية يعني بشركم حي الصناعة غرقان عم بلطوه، والله فشلوا عيب عليكم. يعني هاي الناصرية هيجي والله ترى عم مظلومين، محافظة منكوبة، ترى ما يصير هيجي يا محافظ الناصرية يا مدير البلدية باوع، ترى هاي الناس ترى ناس مظلومة. يعني انا دار اجي بعد اطلب لي مشحف للحي الصناعة، ترى والله ما صاير عمي باوع هاي الناس الفقرة، ترى والله خطية ابسط. الله يخليك، سيارة النبط فتناها بالماء، وين اروح انا، وين اطل الوجه. رغم أن هذا الحي يدر على المحافظة مئات الملايين شهريا، إلا أن عوائد هذا الحي لم ترجع له بالنفع أو الفائدة، إذ يقول أصحاب المحال هنا لم يروا أي خدمات منذ سنوات طويلة. البلدية جاي تأخذ من عندنا إيجار سنة ومليون ومئتين، نريد نعرف هاي المليون ومئتين وهاي الإيجارات من حي الصناعة ما يقارب بالسنة 6 مليار، وين جاي تروح؟ زين، أما يقولون لنا يا بيعفونا من الإيجار السنوي وإحنا ندبر حالنا، أما يقولون لنا لا أنتم جاي تنطون إيجار ويسوون حل. ويرى مختصون أن محافظة ذي قار لم تستفد من أي عوائد مالية، رغم أنها تدخل إلى الخزينة الحكومية ما يقرب مليار سنويا. لقناة التغيير هاب الخفاجي، الناصرية.